السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اول حاجه سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، تعطلت عليكم في الحصص ديال اللغه الانجليزيه. قلت لكم بلي رمضان كله ان شاء الله غنديروا تعليم اللغه الانجليزيه، ولكن كانت شويه مشاكل. الناس اللي متابعين القناه كيعرفوا انني يلا تحولت مؤخرا، فكنت مشغوله، ولكن it's never too late to begin. نكتب عليكم الشرط ديال هنا، it's never too late to begin، يعني ما عمرنا ما كنقولوا فات الحال اننا باش نبداو. فانا دابا رجعت لكم وغنكمل على الحصص اللي بديتهم، جوج حصص، جوج فيديوهات ديال تعليم اللغه الانجليزيه. هذا غيكون الفيديو الثالث. فمهم، اول حاجه بغيت نقول للناس جداد مرحبا بكم، القدام تتبعوا مرحبا بكم، واللي ما عارفينش يعني ما عندهمش فكره على محتوى القناه، القناه ديالي نقدر نقول لكم فيها واحد نسبه كبيره اللي هي عن الدراسه، العمل في امريكا، يعني معلومات عن العيش في امريكا، وفيها يعني حتى تقريبا شي 40% دي روتين، جولات، دوران، يعني فيديوهات اللي كتعرفوا فيهم عليا انا رجاء كانسانه وكسيده عاديه. بالنسبه تدخلوا عندي الانستغرام على رجاء مصطفى، كندير لايفات مفيدين. المهم بغيتو تعرفوا عليا، تشوفوا اليوميه ديالي، تشوفوا اللايفات اللي كنديرهم مع شي ناس اللي فريمون ناجحين، كي بارطاجيو معنا التجربه ديالهم باش كلنا نستافدوا باذن الله وتعم الفائده على الجميع. المهم الفيديو ديال اليوم غيكون قصير، غير سون لي بسيطه اللي هي كيفاش طرحوا اسئله. اوكي، بزاف الناس ما كيعرفوش اللغه الانجليزيه، بالاخص اللي كيجيو الامريكان وكيبغيو يسولوا شي سؤال ما كيعرفوش كيفاش يسولوا سؤال. المهم دابا غتصبروا معايا، اي حاجه قلتها لكم حاولوا تحفظوها كما هي، انا غنقول لكم غنكتب لكم شي بلاصه، يعني اي حاجه قلتها كيفاش كتكتب، كيفاش كتنطق والمعنى ديالها. ثم دابا غتحفظوا اوكي، ومن بعد ان شاء الله غنتعمقوا في لا غرامير ولا كونستركسيون، ولا غنتعمقوا ان شاء الله في كل ما هو القواعد اللغويه وكيفاش تركبوا جمل والى اخره. المهم في الاول ضروري كتكون شويه الحفاظه، شويه التركيز. I pay attention يعني كنتابع الكلمات كيفاش كتنطق، كيفاش كتكتب، وكنحفظهم. ومع الوقت ان شاء الله كما قلت لكم غنتعمقوا ونهضروا على القواعد وعلاش درنا هذه وعلاش درنا هذه. دابا غنوريكم كيفاش تسولوا اسئله باللغه الانجليزيه، ولا التركيبه ديال الاسئله باللغه الانجليزيه. بركه الله. اول حاجه غنهضروا على ولا غنكتب لكم ادوات ديال السؤال. اول حاجه هي how يعني كيف. how are you كيف حالك. how are you okay. تاني كاين why لماذا. why do you like this candle، علاش كتعجبك هاد الشمعة. candle شمعة. why لماذا. Why do you like to eat ice cream؟ علاش أو لماذا علاش كيعجبك تاكل ice cream؟ Why؟ Okay؟ قلنا how يعني كيف. Why؟ لماذا. What؟ What هي ماذا. What؟ نكتبها لكم هنايا شي بلاصة. What هي ماذا. What do you like؟ ماذا تحبين أو ماذا تحب. What do you like to eat؟ اش كيعجبك تاكل. What؟ الا بغا نسولو على المكان كنقولو where، اين، where do you live، اين تسكن، where do you work، اين تشتغل، يعني اين تعمل. اوكي where اين. واحد الحاجه من كنطرحوا الاسئله في اللغه الانجليزيه كنقلبوهم. مثلا غنعطيكم على سبيل المثال، نكتب لكم الجمله هنايا عاديه ونكتب نفس الجمله الا بغا نسول سؤال، يعني في الصيغه ديال السؤال. مثلا نقول لكم هارفارد از ا جود سكول، هارفارد يونيفرسيتي از ا جود سكول. اوكي، دابا انت بغا تسولني ولا انت بغا تسوليني واش هارفارد مدرسه مزيانه، غنقلبوا هذاك، غنديروا از Harvard a good school. Is Harvard a good school? Okay. مثلا
نقول مثلا أنجلينا جولي is a beautiful actress. أنجلينا جولي is a beautiful actress. أنجلينا جولي واحد ممثلة جميلة. أوكي بغا شي واحد بغا يسول دابا على الحال يديروا الفعل المساعد to do. إلا بغينا نسولو ولا نفيو شي حاجة اللي هي أكسيون اللي فعل ولا إحساس، ملي كنبغيو نهضروا على على الحالة، مثلا شي واحد واش ذكي ولا ماشي ذكي، واش كبير ولا صغير، واش يعني كنهضروا على يعني الحالة ديال واحد الإنسان ولا ديال واحد الحاجة، كنديروا الفعل المساعد to be. ودائما كنقلبوا التركيبة ديال الجملة كالتالي، مثلا قلنا أنجلينا جولي is a beautiful actress. مثلا انتي ولا انت غتسولني واش أنجلينا جولي زوينة، غتقولي is Angelina Jolie a beautiful actress؟ Is she ولا تقول is she، غنقول لك yes she is. مثلا does، نهضروا دابا على أنجلينا جولي، دابا اليوم حنا غنهضروا على أنجلينا جولي. مثلا غنقول لكم الا بغا نسولكم مثلا does Angelina Jolie work out every day؟ واش أنجلينا جولي كتريني كل نهار؟ مثلا نتوما تقولي yes she does، yes she هي does، yes she does، yes أنجلينا جولي works out every day. اوكي نقول لكم بالزربة بعض الأمثلة، ما تخافوش غنديروا فيديوهات وغنتعمقوا أكثر ويكون شرح اللي يعني مبسط. بعض الأمثلة للأوكسيليير في هذه الحالة ولا auxiliary to be and to have في أسئلة ومهم في أمثلة. مثلا غنسولك are you okay؟ عقلوا على هذه الجمل، ممكن تستعملوهم في يعني في حياتكم اليومية. are you okay؟ هل أنت بخير؟ أتقول لك مثلا تقول لي أنا بخير، yes I am. سولتك على حالتك، فهمني غتجاوبني بالهذا الفعل to be. Do you like sports؟ واش كيعجبك الرياضة ولا الرياضات؟ غنقول لك yes I do. ولا غنقول لك no I don't. اوكي غنقول لك مثلا واش انت ولا انتي، كما قلت لكم من قبل في اللغة الإنجليزية عندنا انت وانتي بحال بحال، يعني you is you ماشي مشكل. غنقول لك مثلا واش انت كتخدم مزيان، يعني دمار كما كنقولوا المغربيه. Are you hard working؟ غتقول لي yes i am، حيت في هذه الحاله hard working adjective يعني صفه، فمن غتجاوبني غتقول لي yes i am، انا اكون hard working. الا جينا نترجموها حرفيا، رغم انني ما كنامنش بالترجمه الحرفيه للغات، ولكن كنبغي نقرب لكم المعنى. Do you like your job؟ واش كيعجبك خدمتك؟ مثلا تقول لي ما كيعجبنيش خدمتي، No I don't. Okay. What else? Do you like your family? ما تقول لي Yes I do. المهم هذه كانت حصة قصيرة وفيها فكرة بسيطة، غنتعمقوا في هذا الموضوع أكثر ديال الأسئلة، لأن هذا الشيء راه بحال واحد النبذة غرقت هكا، ولكن بما أنني شحال غبت عليكم من الحصص ديال اللغة الإنجليزية، قلت مرة نطل وندير واحد غير واحد الجزء بسيط ولا واحد الحصة اللي قصيرة باش يلا الناس يستوعبوها، باش نقدروا ندوزوا للنكست ستيب أو الخطوة الموالية إن شاء الله. المهم رمضانكم مبروك and see you next time.